اليوم حبيباتي درت لكم وصفة سلكت الحاصلين، يعني حقيقة ما فيهاش تعب ومكونات تاعها صغيرة بزاف، وستكل بطريقتين. لهذه الوصفة نحتاجو فلفلة واحدة، نحتاجو نص حبة طماطم، نحتاجو 4 ولا 5 تاع الثوم، نحتاجو ورقة رند، نحتاجو القليل من الملح، رشة من النعناع، نحتاجو شوية تاع الشحمة و3 مغارف زيت، نحتاجو الوابل الكمون وفلفل أحمر. هذا مكان اللي يحب يضيف الفلفل الاكحل يقدر يضيف. ونحتاج ايضا 3 حبات بيضه طبعا، اللي هي المكون الاساسي تاع هذه الوصفه. نخلطوا جميع المكونات عفوا، نخليوها تتبل شويه كمليح، ونضيف لها الماء قد البطاطا قد كيما قلت لكم. تسكن الطريقه الاولى اللي تسكن بها هي تسكن ناشفه، الطريقه الثانيه تسكن كمرق، يعني مرق لحد كاين البرد وهذاك، تخلي فيها المرقه وتسك فيها وتاكلي معها البطاطا، يعني مرقه تاع بطاطا. المهم انا هنا راح نوريها لكم بالطريقه الاولى اللي هي الجواز. شو طبقت حسن عليها، رائع طيب رائعه، وقوام تاعها وسهله وسريعه. والله الوصفه تكون عجبتكم بنات، ما تنسوا اللايك. هذا مكان، وخليكم، باي باي.